العالم بعده بحرب عالميه، قام القيام العالم، عقوبات على الروس والروس فايتين على اوكرانيا، وفي تفاؤل بالجو. في تفاؤل كثير. من وين عم يجي؟ يعني المتفائل اكثر واحد اليوم متفائل شيف انطوان. يا عيني. تفاؤل. بدك تفاؤل تيجي عند شيف انطوان. بدك بوزيتيفيتي، بدك بوزيتيف فايبس، بدك موتيفيشن، بتيجي عند شيف انطوان. هونيك البوزيتيفيتي. عم بيعطيك اياها من الاخر، حرب جوع ما في. حرب جوع ما في، جوع ما راح نجوع، واحد يفكر انه راح نجوع يوما ما. كثير متفائل الزلمه. خي؟ انا دغري يعني طلعت بولادي قلت خي هيدا جايين انتوا عجبتكم على احلى عالم بالعالم. الكوكب ملككم هيك. خي خي. خلص شوف لي مش معقول. هلا اعمله بعطيه طحين بالمحلات. ايه بعد صاروا عم يخدمون على الرفوف كل اليوم، بتلاقي الرفوف فاضيه. ما تخافوا انا بقلكم مش رح يصير حرب جوع، حرب اباده. رح يضربونا بالكيماوي ونروح كلنا سوا. ما تخافوا، ما تقتلوا، ما تخسروا شيء. بطل في حرب جوع، راحت ايام، ما انا بسنه 14 هلا. هلا حرب اباده. عندك حوالي 3000 صاروخ نووي. هلا بجربوا الاسلحه. واحسن موتي من موت ما بنحس بشيء، نعمل هيك بكره. سلامة قلب الجميع. الكل من بيعرف. ان شاء الله ربنا هيك في على طول في جنون العظم يعني كل ساعه. الله لا باذن الله، اوعى انا عم اقول لكم، انا قلت هلا بدي قلنا ما وقت خافوا جوع ما في رح ناكل. قال له الجوع ما في إبادة. يعني ما حيضل مين يخبي. لمين عم بيعلمه؟ عم بيعلمه اللحم بعجين بس يعني قال له لايكو جوع ما في إبادة. يعني ما بيضل مين يخبر، يعني في رفيد بدنا نروح نحن غبرة. بس صوته بصار له شهرين. انا برايي تفحص حالك شاف. عم بصرخ هيك، عم بصرخ، عم بصرخ حبيبي. عم بصرخ عن جد، صوته عم بيضل هيك يا حرام، ما يكون عن جد عنده شيء التهاب بالقصب الهوائي. بس انتبه، ورجعت قالت له لا الحمد لله على قلب، يعني ان شاء الله سلامه قلب الجميع. على مين بيعرف ماشي صار؟ على مين بيعرف؟ مش راضي يعني. 3000 صاروخ نووي. 3000 صاروخ نووي المريخ بده يطير. نحن قلت له بتعرف شو بيقولوا عن النووي؟ يعني بتخترع له خبريه. لا عن جد بلا مزح. بلا مزح. روح ما تحرق مراحل. لا يا خيي ما تحرق مراحل. عم تمزح. لا يا خيي ما هو ليك، هو عم بجرب يطلع من موضوع الاوكراني. بترده فيفيان ما فيها. مش هو طالب الاباده، مش عم يطلبها طالب صار. بس كيف بس انت كيف قليله؟ كيف انت عن جد حرقت؟ لا معقول. حياه امي من زلمه عم ليك ميخائيل نعيمي. عم نحكي عن ميخائيل نعيمي اوكرانيا. شو خاص؟ مين قال شو خاص؟ سيب لك على حظها لفيفيان، طلع خاص. والله الناس هيك تشتغل بفضاء وتبال وهالحرب. ما توصل شرارة ولا عنا. والفضاية تبيع مش عارف. بلا تطنش. ما توصل شرارة ولا عنا. يرجعوا هاللبنانية بالسلامة. نحن عنا هونيك عاملين له تمثال لمخيل نعيم شاف بروس بأوكرانيا. بولتافا. ما هو راح تيدرس. راح تيدرس. لقوه بليغ. اتعرف على صبية ست أوكرانية بس كانت نهايته حرام حزينة. حزينة مزبوط. هلأ لما ما قدر أخذها أجع على لبنان. رح بلش إلي أنا بالوقت. أي وعي فينا نحطه تحت ال... لما إلا بالشوكة. أعطيني وحدة أعملهم إياها قدامهم بالشوكة. هايدي أنا بعمل. بس أعطيني هادي شوي. يلا أنا بعمل. بس مات شاف مخيل نعيمة جابوه على لبنان. قال لهم حط عبارة على ضريحه، قال لهم اتركوا القبر مفتوح لعلا تجي شي يوم. وهو اجي تبرم عليه بس ما عرف انه اجي. ما عرف. يلا ما بيقصش. يلا ما بيأثر. عدو السيا ما بيأثر. هي قصة درامية مأساة طويلة عريضة. مات الزلمة قال لهم افتحوا قبري بركي يجي. قال له ما بيأثر بدنا نقلي هالسمبوسي. قالت له اسمع وحياة امي. قالت له بس ما زبط مشي حالها وياه بأوكرانيا. رجع على لبنان. قال له انا رح بلش اقلي. بس FYI يعني خليك انت بكراني انا رح بلش اقلي. بس هي ما بتخسر. بلش لما هو بلش وعم بيقلك
عم يكبس سمبوسك لما بس 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 مات بس مات فتر ما بده هو مش معقول هو بلش يقلي وين ميخائيل نعيمي هو صار بالسمبوسي عشو بدي بس تحكي لا بس هيك بس هلا عن جد ملفت للنظر اول شيء بوجه لها تحيه بحبك كثير لانك عن جد بتعرف شو بحب فيك مسقفه قد ايه مسقفه بتعرف كل شيء بس قد ما انا مسقفه بتاخذ كل شيء بيزعجها يعني بتزعجه لا قد ما انا مسقفه كل شيء له قصه عندها يعني شو ما كان سمبوسك الله يحمي سامبوسك ان شاء الله سامبوسك يحمي كل اللبنانيين باوكرانيا على اساس سامبوسك هو يحمي كل اللبنانيين باوكرانيا ما ميخائيل نعيمي راح اوكرانيا ميخائيل غورباتشوف لتحضر كل برامج الـ LBCI زور موقعنا على www.lbcgroup.tv